والآن إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يحدد الأسبوع المقبل موعداً للاجتماع مع قادة الحشد والأجهزة الأمنية لإنهاء ملف النازحين في صلاح الدين. محافظ صلاح الدين يؤجل نقل عمله الرسمي إلى خيم النازحين لتسهيل توجه رئيس الجمهورية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية. إشادة شعبية بنجاح الخطط الأمنية الاستباقية لفرض الاستقرار في صلاح الدين وانتقادات لفوضى المرور في مجسر الدلة. وإطلاق نار في تظاهرات الإصلاح بساحة التحرير والخارجية العراقية تعلق عملها في مشهد بسبب الاعتداء على دبلوماسيها. ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.